الرحمن الرحيم. دلوقتي هسيبكم مع كلام الوزير بالنسبة لطريقة تسليم البحث، وفي نهاية الفيديو هجاوب على أهم الأسئلة اللي كلنا عاوزين نعرفها. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وعدنا حضراتكم في أول مايو إن شاء الله هنعلن طرق تسليم المشروعات سواء إلكترونيا أو ورقيا، والنهاردة نحب نعرف حضراتكم بهذه الموضوعات. احنا بس قبل ما نكمل شرح عاوزين نتأكد ان احنا متفقين ان المشروعات كانت للصف الثالث الابتدائي للصف الثالث الاعدادي، وفي بعض الاحوال لأولى وتانية ثانوي من ابنائنا في الخارج او في المنازل والخدمات. لما نيجي نكتب اسماء الملفات هيطلب مننا تحديد العام الدراسي، فده نموذج لهذه المسميات. لو احنا في اي سنة ما بين الصف الثالث اللي هو النمرة 3 هنا او الثالث الاعدادي اللي هو الصف التاسع بنكتب جي يعني جريد وجنبها رقم الصف الدراسي. احنا لو في ثالثة ابتدائي يبقى جي 3، لو في ستة ابتدائي يبقى جي 6، في الثانية اعدادي يبقى جي 8، اوكي، او اولى اعدادي اللي هي الصف السابع جي 7 وهكذا. ده بس عشان نتفق على تسمية الملفات لاحقا. احنا في طريقتين لتسليم المشروعات، يا اما الكترونيا يا اما ورقيا. هبتدي مع حضراتكم بطرق تسليم المشروعات الكترونيا. احنا بنفضل ان الناس تقدم المشروعات تعملها وتسلمها الكترونيا لاسباب كثيرة، من ضمنها التصحيح بعد ذلك وفرزها والحفاظ على سريتها واشياء كثيرة اخرى، ولكن في المرحلة دي احنا سايبين الفرصة الناس تعملها يا كده يا كده. لو احنا عملنا المشروع رقميا في صورة وورد او اي شيء اخر، لازم الاول نحفظ الملف في صورة PDF، دي اول خطوة زي ما حضراتكم شايفين هنا، وبعدين لازم نسميه بشكل معين. هنسميه بشكل بسيط اللي هو الرقم التعريفي بتاع احد الطلبة اللي عملوا المشروع، مش كل الطلبة. لو انا واحد يبقى ده رقم تعريفي بتاعي، لو انا اكتر من واحد في المجموعة بنختار واحد بس هو اللي هيسلم بالنيابة عن المجموعة، بيحط رقمه التعريفي هنا وراه الصف الدراسي زي ما اتفقنا قبل كده. لو ده تالتة ابتدائي هيبقى جي 3، لو كنت انا في اولى اعدادي هيبقى ده جي 7 وقبله الرقم التعريفي بتاعي. دي اول حاجة. بعد كده هنحضرنا الملف في صورة PDF وسميناه بالاسم الصح، نخش على منصة ادمودو باي فصل دراسي انا منضم ليه، هلاقي حاجة جديدة طلعت لي ايقونة اسمها المشروع البحثي لعام 19-20، هشوفها داخل الفصل بتاعي. اما شوف دي هضغط على هذه الايقونة هتتفتح لي نافذة رفع المشروع اللي حضراتكم شايفينها هنا. هنا برفع ملف البي دي اف اللي انا حضرته قبل كده بعد ما اتأكد سميته صح، واكتب نقطة مهمة. لو انا معايا ناس غيري في المجموعة اكتب الاكواد او الارقام التعريفية الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة التفاصيل جوه النافذة دي، واضغط على زر التسليم. فالمسألة بسيطة جدا، يعني انا بحضر اسم الفايل بطريقة معينة، بكتبه بسميه بشكل معين، بحطه في بي دي اف، بدخل على حسابي في المشروع البحثي اللي هو واضح جدا، ارفع الملف، اكتب اكواد زملائي ان كان في زملاء، وادوس التسليم النهائي. كده الملف يبقى تسلم للوزارة. هذه المنصة اللي حضراتكم شايفينها هتكون متاحة لحضراتكم اسبوع من النهاردة يوم 9 مايو، وتظل مفتوحة نسلم عليها المشاريع لمدة اسبوع اخر لحد 16 مايو. فاذا احنا عندنا اسبوع من النهاردة للسبت الجاي نحضر فيه ملفاتنا، نخلص فيه المشروع، نراجعه، نسمي الملف. يوم 9 مايو اللي هو السبت القادم حضراتكم تقدروا تخشوا في اي يوم، يعني مش لازم يوم 9، بين 9 و16، مش لازم كلنا نهجم عليه في وقت واحد، يعني ممكن اقدمه يوم 10 يوم 11 مش مشكلة خالص، المهم هيوصلنا بهذا الشكل. طب لو انا عملته ورقيا، لو انا عملت المشروع رقميا وده ينطبق على ناس ما عرفتش تعمله الكترونيا، او طلاب منازل او خدمات او دمج او طلاب مصريين في الخارج،
بعد تجهيزه رقميا هنحطه في ظرف مغلق. اهم حاجة نكتب على الظرف من بره الارقام التعريفية والصف الدراسي، ولو انا بنتمي لفئة خاصة زي انا اولى وتانية ثانوي مثلا منازل، او ابنائنا في الخارج او دمج او كده، بكتب ده هنا. فالظرف عليه الارقام التعريفية للمجموعة مش اسامي الطلاب، الصف الدراسي، ولو انا بنتمي لفئة من الفئات. هنقدم الظرف ده للمدرسة، الإدارات عندها تعليمات تستقبله إزاي. نقدمه للمدرسة برضو في نفس الأسبوع اللي هو من 9 مايو ل 16 مايو، وإحنا عاملين أسبوع عشان لا نتزاحم على المدارس وعندنا اليوم كله وأوقات مختلفة، فنحاول نوزع نفسنا بحيث نحافظ على صحة الولاد أو أولياء الأمور اللي رايحين والمعلمين في المدارس والإداريين اللي بيستقبلوا. ولازم طبعا لما نروح المدارس نكون لابسين الماسك، ونكون لو لابسين جوانتي يبقى احسن، ونحافظ على التباعد الاجتماعي اثناء تسليمه. عمليه بسيطه جدا، بنسلم الظرف وبنغادر المدرسه، فالمساله مش محتاجه وقت ولا اجراءات ولا علاقه لتسليم المشروع باكواد او بدفع مصاريف او باي شيء اخر. المصاريف المدرسة هتستقبلها ايا كان الوضع، ولا يمكن تمتنع عن استلامها. فبالتالي احنا كده عرضنا التسليم ورقيا زي ما حضراتكم شايفين لمن لم يستطيع يعمله اثنين، او الكترونيا عن طريق منصة ادمودو. وفي الحالتين ده هيبتدي يوم 9 مايو ان شاء الله، وبالتوفيق للولاد كلها، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وزي ما احنا سمعنا الوزير هنجاوب على اهم الاسئله. البحث هيتسلم ان شاء الله من يوم السبت اللي جاي اللي هو يوم 9، معانا فتره لحد يوم 16. هنسلمه طريق حاجه من اتنين، يا اما ورقيا، في الحاله دي هكتب البحث على القالب بتاع البحث اللي الوزاره كانت منزلاه، وهتلاقي الرابط القوالب دي كلها موجوده تحت الفيديو، تقدر تنزلها. لو مش معاك هتكتب البحث عليها وهتحطه في ظرف مغلق، وهتكتب على الظرف الكود التعريفي للطالب اللي هو عمله او للطلبة كلهم اللي عملوه، والصف الدراسة هنكتبه بالشكل ده. كل سنة هنكتب سنة تالتة ابتدائي هنكتبها G3، وهكذا رابعة ابتدائي هتكتب G4 زي ما مظاهر قدامنا. وفي الحالة دي هنسلم للمدرسة. بالمناسبة برضو لو انت من طلبة الدمج او المنازل هتكتب تحت الصف الدراسي الفئة اللي انت فيها، لو انت من طلاب المنازل او الدمج الى اخره، او ابناء الخارج مثلا. ده الجزء الورقي لو هيتسلم ورقيا. وفي الحالة دي مفيش اي مصاريف عليا، حتى لو عليك مصاريف للمدرسة مش هيطالبوك بيها، اللي هيستلموا منك البحث مجانا ويقدروا ايه يرفعوه للوزارة بعد كده. او الطريقة التانية اللي احنا نسلمه الكترونيا من خلال منصة ادمودو، ودي اللي احنا شرحناها قبل كده في فيديو بالتفصيل المنصة الالكترونية بطريقة مبسطة وازاي نرفع البحث من خلالها. تقدر تشوف الفيديو بتاعها تحت الفيديو برضه، هتلاقي الرابط بتاع المنصة التعليمية. وبكده نقطة البحث التسليم من على اسبوع لحد ما نسلم البحث. لو عندك اي مشكلة في عمل البحث او مش عارف تعمله ازاي، هتلاقي رابط برضو الفيديو اللي احنا شرحنا فيه ازاي نعمل البحث بطريقة بروفيشنال من البداية لحد النهاية، كان شرحه مطول ومبسط جدا. هتلاقي كل رابط دي، اضغط على عنوان الفيديو هيظهر لك في الوصفة والديسكريبشن كل الرابط اللي انت هتحتاجها. ولو في اي حاجة مش فاهمينها سيب لي تعليق بيها او ابعت على رسائل الصفحة. بالتوفيق ليكم، السلام عليكم.